근데 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل متابعينا الكرام. يا رب تكونوا بخير. فيديو اليوم يا شباب، محمد طلب مني اعمل له نبلة. فالنبلة اللي احنا هنعملها النهاردة بس بطريقة جديدة. يعني ايه طريقة جديدة؟ هنعمل النبلة بدبشك اصلي ودبشك حديد. يعني ايه دبشك اصلي ويعني ايه دبشك حديد؟ ده اللي هتشوفوه في فيديو يوم، تابعونا وخليكم معانا. طبعا يا شباب احنا قلنا طريقة جديدة عشان طبعا كل الصيادين واللي كانوا بيصطادوا من زمان عارفين يعني ايه نبلة. فكل اللي هنستخدمه النهاردة حديدة، دي بتيجي من عند اي عجلاتي بتاع كرسي عجل، بتبقى شكلها شيك وبتبقى هي معمولة بنفس الستايل ده. تمام، اي قطعة جلد او قماش بس تكون متينة من عندك من البيت اهيت. وادي بكرة لزق، وادي المقص، وادي حبل، وادي قسطرة ممكن تشتريها، قسطرة طبية ممكن تشتريها من اي صيدلية او اي مكان بيبيع مستلزمات طبية. هي بتمط اهي زي ما انتم شايفين، وطبعا فيها احجام، كل مكان السمك ده اكبر كل مكان قوتها اشد. تابعونا وخليكم معانا هتشوفوا طريقة الايه اعمال النبل. اول حاجة هنعملها يا شباب ان احنا هنقص الجزء اللي في الاول ده كده، وطبعا اقول لكم برضو هنعمل بيه حاجة بسيطة كده تعجبكم، وهنقسم ده نصين بالظبط كده اهوت. هنبدأ هنتني دي تانية بسيطة كده وكده، وهنقصها من هنا كده. وهنبدأ نقص دول برضو نفس الحكاية، هنخلصهم ونرجع لكم تاني. تابعونا كده. أول حاجة عملناها إن احنا فتحنا ايه فتحة في كل الايه القطع اللي معانا ديت. تمام، القطعة الكبيرة ديت اهيت. امسك يا محمد، شد لي بس كده، لا الاتنين مع بعض، او شد لي في اليد التانية، شد بقى كده بس. ايوه كده. طبعا احنا يعني المفروض الحبل ده نجيب حاجة، يعني مثلا نجيب بكرة اللزق ده عشان بس ما يبقاش يقطع الخرطوم فيما بعد يعني. فنعمل له حتة لزقة بسيطة كده شت. خلي ايدك موجهة للقمر بس كده. سيبها. نمسك الطريقة دي كده، هنجيب حتة حبلة صغيرة اهيت. امسك محمد ده كده وشده بس. نبدأ بقى نعمل الجهة التانية. شد محمد. مطولهاش. شد. شد دي ودي مع بعض. شد اهو.
خلاص احنا كده خلصنا الجزء اللي فوق ده، الجزء اللي هيبقى فيه الايه الحاجة اللي هنستخدمها. تمام، نيجي بقى على الجزء ده، ده هيبقوا الاتنين مع بعض كده. شد محمد، بس ايه بنعمل حاجة على السريع كده، انتوا براحتكوا بقى ايه تقدر تظبط زي ما انت عاوز اهوت. كده احنا عملناها. طبعا انت مفروض نخلي دول القطعة دي قد دي بالظبط، قد دي بالظبط كده، يعتبر احنا عملنا لها دبشك، دبشك اصلي. يعني ايه اصلي؟ هات يا محمد ديرك اليمين اهي، صابع اهوت، وطول طبعا مكان الدي ضيقة على قد الصابع كان احسن، يعني دي كل واحد يقيسها على قد صابع كده. بس طبعا ديت برضو عاوزة حرفنة في الصيد انك تستخدمها في ايدك كده يا محمد. دي كده يعتبر دبش اصلي، طبعا عايزه حرفانه في الصيد عشان مفيش حاجه تيجي هنا في صبعك ده او ده. ديت تعتبر ده الدبش الاصلي اللي انا قلت عليه. دي نبله ايه يعني اللي انت كل اللي انت تستخدمه الصوابع بتاع ايدك. ده بقى الحديده، ممكن طريقة سهلة خالص اما تفك دول وتعمل زي ما عملنا هنا في الحديدتين، او لو هي مظبوطة اهي مجرد انك هتدخل دي كده ودي كده. اهيت اصبح ان انت بقى معاك نبلتين في وقت واحد، دبشك ادي الحديد والدبشك الاصل اللي احنا قلنا عليه. طبعا عايزة تمرين وعايزة تتعود عليها، هنبقى نوريكم برضو طريقة الضرب بيها بس عشان ما نطولش الفيديو. وهنا تقدر في الحديدة ديت اهي خلعناها اهيت، تقدر تخلي برضو شكلها حلو، تجيب بكرة لزق زي ديت اهيت، وتبدأ ان انت تلف على الحديدة كده بالطريقة دي، تخلي بس ايه شكلها حلو مش اكتر. ممكن تجيب بكرة لونها مثلا اي لون تاني احمر مثلا بعد ما تخلص دي كده.
تجيب لون احمر مثلا وتعمل كام حلقة هنا، احمر هنا واحمر هنا، تزين اليد اللي انت بتمسكها. تمام، هنخلصها بس باللزق وهوريها لكم. طبعا يا شباب احنا ممكن نستفاد بالقطعة اللي احنا قطعناها من الخرطوم ده، حاجة بسيطة جدا اهي، فيها قطع حمراء اهي زي ما انتم شايفين، هنخلعها اهيت والجزء اللي هو الايه الواسع ده شويه. فلو مربي حمام او يمام وعاوز مثلا تعلم كل جزء او تعلم حاجه معينه، هتبدا تاخد كده تقص دي كده اهي اهي، الطريقة دي كده هنعمل حلقات تتحط في رجل اليمام او الحمام. ممكن تعلق ال ال الحتة الحمراء او القطعة الحمراء ديت مثلا، تعلقها مثلا لو عاوز تعلم بيها ذكر اليمام وديت بالانثى بتاع اليمام، تحطهم في رجليهم عادي، تعلم الذكر من النتاية يعني، او الحمام برضو الذكر من النتاية. ممكن تستخدمهم دي بتتمط، هتبقى واسعة انها تركب على رجل الحمامة، أو تستخدمها والحمام لسه زغليل. بس دي كانت حاجة بسيطة كده يعني في فيديو اليوم ده. طبعا يا شباب بعد ما لفينا عليها بكرة اللزق السمرة اهيت، وزي ما قلنا تقدر تزينها بلزقة أحمر كمان، نظام حلقات كده هيبقى شكلها حلو. والخرطوم ده زي ما احنا قلنا انت ممكن توصله مباشر، تشيل القطعة ديت وتوصله مباشر في الحديدة. وطبعا النبلة كده جاهزة للصيد اهيت، ودي عم محمد نبلتك اهيت. شكرا الله. ده كان فيديو اليوم يا جماعة، ده كان فيديو اليوم يا شباب، وانتظرونا فيديوهات قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.